السلام عليكم. تداول عدد من النشطاء موقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الشعبي عادل الميلودي داخل أحد مستشفيات القنيطرة، وردد البعض من النشطاء أن تلك الصورة لعادل الميلودي داخل المستشفى ترصد حالته الصحية في الوقت الراهن. وأكد عادل الميلودي قد عانى من ضيق في التنفس بسبب إلغائه من حفل مهرجان جوهرة، داخل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج لعدة أيام، ينتظر أن يخرج بعدها لاستئناف أعماله الفنية. اكتبوا في التعليقات ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.